بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 27 من مقرر إدارة الجودة الشاملة. توقفنا في الحصة السابقة عند سيرورة التدريب للوقوف على أهمية هذه السيرورة في تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة. وكنا في حصة سابقة تطرقنا إلى أهم هذه المراحل، وكان ذلك في حلقة هندسة الجودة وتطوير إدارة الجودة الشاملة. فمثلا المرحلة الأولى من هذه السيرورة هي تحديد الاحتياجات. كنا شفنا على شبكة الكفاءات وكيف أنها تمكن من تحديد هذه الاحتياجات، وقدمنا لكم مثال لبرنامج وكيفية تصميمه. بالنسبة لتأسيس تنظيم للتدريب، فأن هذا التنظيم يختلف من منظمة إلى منظمة. فلما تكون المنظمة كبيرة، فالوحدة التنظيمية المكلفة بالتدريب تكون كبيرة، ولما تكون المنظمة صغيرة، فإن الاحتياجات للتدريب تكون أقل، والاحتياجات الموظفين الذين يشتغلون في وحدة التدريب تكون أقل، فنحتاج مثلا إلى قسم. ثم إلى التحضير للبرنامج وتجهيز المادة التدريبية وتنفيذ برنامج التدريب وتقييم هذا البرنامج. هذه المراحل كنا تطرقنا لها في حلقة هندسة الجودة. يمكن الرجوع إلى هذه الحلقة للوقوف على تفاصيل بخصوص هذه المراحل. ويمكن أن نقول أن تدريب الجودة يشمل كافة المستويات الإدارية، من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى إلى الإدارة الإشرافية، كما أنه يشمل باقي العاملين. أما من حيث مواضيع البرنامج التدريبي، فتتضمن سياسة الجودة ومنع وقوع الأخطاء ورضاء العملاء وتكاليف الجودة واستخدام الطرق الأحصائية لضبط الجودة ومهارات عمل الفريق والتحسين المستمر والقيادة وغيرها من المواضيع التي هي في صلب إدارة الجودة الشاملة. وبشكل عام، فإن التدريب يهتم بتعليم العاملين منهجية وتقنية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في أعمالهم اليومية وفي علاقاتهم مع العملاء، سواء العملاء الداخليين أو العملاء الخارجيين. وبما أن إدارة الجودة الشاملة تعتمد أساسا على عمل الفريق، وحيث أن عمل الفريق يعتبر مصطلحا جديدا بالنسبة إلى الكثير من العاملين، فإن التدريب على كل ما يتعلق بعمل الفريق من العلاقات الداخلية بين أعضائه والعلاقات مع الفرق الأخرى وحل الصراعات والحوافز الجماعية وقيادة الفرق وتماسكها ضروري جدا لأجل إنجاح التحسين المستمر في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. وهكذا ننهي هذا العنصر ونمر إلى العنصر الموالي، وهو المتعلق بأنظمة الجودة وأهمية أنظمة الجودة في تطبيق منهج ومصطلح إدارة الجودة الشاملة. فهذه الأنظمة، كنا منذ الحلقة الأولى عرفنا أنها تطورت، يعني وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فرأينا أن مرنا من النظام الأول اللي هو يسمى بنظام التفتيش، ثم ضبط الجودة، بعد ذلك توكيد الجودة، إلى أن أصبحنا نتحدث على إدارة الجودة الشاملة وأيضا التميز.
في هذا الإطار هناك الكثير أيضا من الأنظمة سنحاول أن نركز على بعضها، وخاصة النظام الجودة نظام الجودة المعتمد من طرف المنظمة الدولية للمعايير الآيزو. لذلك لابد لكي نفهم هذا النظام الجودة الآيزو لابد أن نعرف بالمنظمة الدولية للمعايير الآيزو، مبادئ نظام إدارة الجودة في الآيزو، أنواع وفوائد المواصفات القياسية الآيزو، مراحل إعداد المواصفات، مراحل الحصول على شهادة الآيزو. ثم هناك نظام آخر أننا في الجامعة وفي التعليم العالي ونحن يعني جميعا في منظومة الجودة في التعليم العالي والاعتماد في التعليم العالي، فرأيت أنه يعني ستكون فائدة للجميع أنه نتعرف ولو بصفة عامة على عناصر هذا النظام، نظام الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي. فما هي الآيزو والكثير يسمع عنها؟ هي منظمة دولية للتوحيد القياسي، هي تجمع دولي يتكون من مؤسسات التقييس الدولية والإقليمية ل 157 دولة على أساس عضو واحد لكل دولة مع أمانة مركزية في جنيف بسويسرا، والتي تنسق عمل هذا النظام. الاسم مشتق من كلمة يونانية إيزوس التي تعني التعادل أو التساوي، ويقصد بالآيزو شمولها لفكرة عدم الاختلاف الممكن عندما تتواجد المواصفات القياسية. إذن مهما كانت البلاد واللغة فإن الاختصار المستخدم لاسم المنظمة الدولية للقياس هو الآيزو International Organization for Standardization. أنشئت المنظمة في 14 أكتوبر 1946، بدأت عملها في 23 فبراير 1947، بدأت متكونة من 25 عضو في سنة 1947، الحين يعني وصلت إلى 157 عضو. أول مواصفة تم إصدارها في سنة 1951. الآيزو هي منظمة غير حكومية، يتراوح عمل الآيزو من أعداد مواصفات للنشاطات التقليدية مثل الزراعة والبناء إلى الهندسة الميكانيكية إلى الأجهزة الطبية إلى تطوير نظم المعلومات وغيرها. عضوية الآيزو مفتوحة إلى مراكز المواصفات الوطنية المشابهة التي تعتبر مسؤولة على توحيد المواصفات في بلادها، يعني عضو واحد لكل بلد، كل عضو له صوت واحد مهما كان حجم وقوة اقتصاد البلاد. في عضوية عضو عامل يشارك في اللجان وله حق التصويت، في عضو مراسل مراقب في اللجان ليس له حق التصويت، وفي عضو مشارك يعني هذا للدول ذات الاقتصاديات الضعيفة. يتم تطوير مواصفات عن طريق لجان فنية، ويمول عملها الجهات والقطاعات التي طلبت تطوير مواصفات. اللجنة الفنية مختصة بتطوير مواصفات الآيزو 9001 هي TC 176 SC2. سكرتيرة اللجنة لبريطانيا. مواصفات الآيزو هو مجهود كبير وعمل متواصل لأكثر من 2850 مجموعة فنية تشارك في إعداد وتطوير المواصفات سنويا، تنقسم إلى لجان فنية ولجان فرعية وفرق عمل وغيرها، يشارك فيها حوالي 30,000 خبير حول العالم. المنظمة الدولية للقياس الآيزو سوية مع اللجنة الدولية الكهرو تقنية، وأيضا هذه مشهورة أيضا في عملية المعايير IEC والاتحاد الدولي للاتصالات ITU. هذه يعني ثلاث منظمات بنت شراكة مع منظمة التجارة العالمية WTO، اللي الهدف منها هو تشجيع قيام نظام تجارة عالمي عادل وحر. تحتاج لاتفاقيات هذه لسياسة الدعم، فالسوق العالمي عن طريق هذه الشراكة بين هذه ثلاثة المنظمات يمكن أن يقع توحيد مواصفات دولية بين الدول، وذلك يعني بالاعتماد على خبرة هذه المنظمات
وذلك لتسهيل المبادلات في التجارة العالمية. فيما يخص مبادئ نظام إدارة الجودة في الآيزو، هناك المبدأ الأول التركيز على الزبون، ثم المبدأ الثاني القيادة، المبدأ الثالث مشاركة العاملين، المبدأ الرابع منهج السيرورة، المبدأ الخامس منهج النظام في الإدارة، المبدأ السادس تحسين مستمر، المبدأ السابع المنهج الواقعي في صنع القرار، والمبدأ الثامن علاقة المنفعة المتبادلة مع المزودين. نبدأ بالمبدأ الأول التركيز على الزبون، فتعتمد المؤسسات على زبائنها، ولذا يجب عليها فهم احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتحقيق متطلباتهم والعمل الجاد على تجاوز توقعاتهم ليكونوا سعداء. فالزبون هذا من هو؟ أي شخص أو جهة تتلقى أو تتأثر بالمنتجات أو السيارات التي تؤديها المنظمة. ممكن نتحدث على زبون خارجي أو عميل خارجي أو عملاء خارجيين. هم ليسوا من أعضاء فريق العمل في المؤسسة. نأخذ مثلا مؤسسة تعليمية، الزبون يمكن يكون الطالب، أيضا أولياء الأمور والمجتمع المحيط، عملاء الداخليين هم الموظفون والعاملون وأعضاء الإدارة. بالنسبة للمبدأ الثاني القيادة، فالقيادة مسؤولة عن تأسيس وترسيخ وحدة الهدف والاتجاه للمؤسسة وإنشاء والمحافظة على المناخ الداخلي المناسب للعاملين للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف المؤسسة. بالنسبة للمبدأ الثالث مشاركة العاملين، فالعاملون في مختلف المستويات هم جوهر المؤسسة، ومشاركتهم الكاملة تمكن من استخدام قدراتهم لصالح المؤسسة. المشاركة الفعالة لجميع العاملين من القاعدة إلى القمة كل حسب موقعه بنفس الأهمية سيؤدي إلى اندماجهم الكامل وإلى تمكينهم في العمل، وبالتالي يسمح باستخدام كل قدراتهم وطاقاتهم الكاملة لمصلحة المؤسسة. فيجب خلق آليات لزيادة التفاعل والمشاركة بين العاملين في المؤسسة من خلال العمل الجماعي الهادف إلى تحسين السيرورات، وأيضا تعزيز وتقوية قنوات الاتصال بين الإدارة والعاملين في المؤسسة، بحيث تصبح مهمة القياديين هي التوفيق والموائمة بين الأهداف المؤسسية والأهداف الفردية للعاملين. في يخص المبدأ الرابع منهج السيرورة، أن تحقق النتيجة المرغوبة بكفاءة أكبر عندما تدار الموارد والأنشطة ذات العلاقة كسيرورة. فتطبيق المبدأ السيرورة أي بروسيس هذا يعني يؤدي إلى النتائج المرغوبة. فما هي السيرورة؟ هي مجموعة من العمليات المتداخلة والمتفاعلة والتي تحول مدخلات إلى مخرجات. هذه العمليات تتطلب تخصيص للموارد مثل الأفراد والمواد الآخرة. فالرسمة تشوف المدخلات، أفراد، تسهيلات، معدات، خدمات، طرق، معلومات، يقع تحويلها فالناتج مخرج منتجات، خدمات، أداء. فمنهج السيرورة يتميز بها المدخلات والمخرجات، يمكن أن تكون ملموسة مادية مثل أجهزة، مواد، مكونات، غير ملموسة الطاقة، المعلومات، المعرفة، المفاهيم. أيضا هناك أشياء غير مطلوبة مثل الفضلات والتلوث. وهذا مثال لخريطة لسيرورات، ونلاحظ هناك سيرورات إدارية متكونة من التخطيط والإدارة الاستراتيجية، حيث نرى إدارة الجودة، إدارة الإنتاج، وإدارة المالية. في سيرورات إدارة المواد، الأفراد، والتدريب، والأجهزة، والمرافق، النقل، والصيانة، وسيرورات تحقيق المنتج من طلبات والعقود، المشتريات، الإنتاج، المعايرة، البيع والتوزيع، الزبون. ثم هناك سيرورة القياس والمراقبة، تحليل البيانات، التدقيق، التغذية الراجعة من الزبون، اختبار المنتج، عمليات المراقبة. بالطبع هذا مثال والأمثلة يعني تتعدد. كنا في حلقة هندسة الجودة تحدثنا عن الإدارة اللوجستية وأهميتها في إدارة الجودة الشاملة، وعطينا يعني النموذج
السكور سبلاي تشين اوبريشن ريفرنس ك يعني نوع ايضا من خرائط السيرورات. المبدا الخامس هو منهج النظام في الاداره، يعني تحديد وفهم وفهم وإدارة السيرورات المرتبطة كمنظومة يؤدي إلى تحسين فعالية وكفاءة المنشأة في تحقيق أهدافها. يعني هنا لابد أن هذه السيرورات تشتغل بطريقة مندمجة ومتفاعلة وتكون نظام يعني اللي هو يكون متناسق. فضمن مفهوم النظام فإن السيرورات يجب أن تتمتع بدرجة عالية من التجانس والثبات، مما يعطي الضمان بأن جودة المخرجات تتمتع بدرجة تجانس وثبات عالية أيضا. فالتوجه الحديث في الإدارة يقوم على الترابط والتكامل في السيرورات في جميع المستويات الإدارية بشكل عام وفي المستويات التشغيلية بشكل خاص، حيث يتم إنتاج الجودة حسب متطلبات الزبائن. المبدأ السادس هو التحسين المستمر، يجب أن يكون التحسين المستمر للأداء العام هدفا دائما للمنشأة. فهذه دائرة التحسين المستمر، العنصر الأول هو التخطيط، حيث يقع تحديد مستوى جودة العمل والتعرف على نوعية المستهدفين، يمكن نقول مراجعين، ووضع أهداف محددة مبنية على تلك الاحتياجات. ثم ثانيا التنفيذ، حيث يقوم فريق العمل بإعداد جدول زمني للنشاطات ذات الصلة بسيرورة التحسين، كما يتم وضع تقديرات للموارد اللازمة مع التركيز خلال هذه المرحلة على تدريب العاملين على التحول من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد. ثم المرحلة الثالثة هي الفحص، حيث يتم التعرف على النتائج بعد تنفيذ الحلول والتحول إلى الوضع الجديد للسيرورة الإنتاجية، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها واستخدام المعايير والمؤشرات لمقارنة الوضع القديم بالوضع الجديد وقياس مدى التحسن الحاصل، أي القيام بدراسة تقويمية للوضع. ثم المرحلة الرابعة الإجراء المناسب، يعني بناء على التحليل الإحصائي لنتائج التنفيذ، يقوم فريق العمل باستخدام التحسينات الجديدة كمعيار في المستقبل، وبالتالي يتم تطبيقها على سيرورات أخرى سواء كانت يعني إدارية أم فنية. ويعني مخرجات هذه المرحلة تصبح مدخلات للمرحلة الأولى اللي هي التخطيط. والمبدأ السابع هو المنهج الواقعي في صنع القرارات، فقرارات فعالة تبنى على تحليل البيانات والمعلومات. القرارات الفعالة في المؤسسة يجب أن تكون مبنية على الحقائق والبيانات والمعلومات والتحليلات الإحصائية، بعيدا عن المزاجية والعفوية والعمل الارتجالي. سيرورة التحسين المستمر يجب أن تبدأ بتحليل بيانات والمعلومات الداخلية والخارجية والناتجة عن سيرورة التدقيق، الإجراءات العلاجية، معايير الأداء، شكاوى العملاء، مؤشرات المنافسين وغيرها. ثم المبدأ الثامن علاقات المنفعة المتبادلة مع المزودين، لابد أن تكون علاقة الشركة مع الموردين علاقة مصالح مشتركة تؤدي إلى زيادة مقدرة كلا المنشأتين، وذلك لخلق قيمة مضافة لكل منهما. فعمل أي مؤسسة يتطلب الاستفادة من خدمات الموردين للمواد الخام والأجهزة والمعدات والخدمات بكافة أنواعها. وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها أي مؤسسة تعتمد بشكل مباشر على جودة المنتجات والخدمات التي تتلقاها المؤسسة من مواردها، وهذا يعني أن مواردي أي مؤسسة أصبحوا جزءا من نظام الجودة فيها، وبالتالي فإن إدارة العلاقة مع الموردين أصبحت أمرا ضروريا، بحيث تقوم على الفهم الكامل لمتطلبات العمل في المؤسسة وللمواصفات المتفق عليها. فمواصفات الايزو هي عبارة عن أساس يحكم تطبيق نظام إدارة الجودة للنشاطات والسيرورات في المؤسسات. والوصول إلى هذه المواصفات يفتح لنا الطريق للوصول إلى الجودة الشاملة. فما هي أنواع وفوائد المواصفات القياسية الايزو؟ نبدأ بأنواع المواصفات القياسية الايزو. لابد أن نعرف أن هذه المواصفات
كان فيها اصدارات. فأي أول إصدار للمواصفات القياسية الأيزو، أيزو 9000، كان سنة 1987. ثم الإصدار الثاني كان سنة 1994، والإصدار الثالث سنة 2000، والإصدار الثالث 2008. ثم فيما يخص مثلا إصدار سنة 1987، كان فيه الأيزو 9000، إصدار 1987، كان فيه أيضا الأيزو 9001 و9002 و9003. فمثلا فيما يخص الأيزو يعني 9001 إصدار 1987، هذا فيه التصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمة. بالنسبة للأيزو 9002 نجد فيها معلومات فيما يخص الإنتاج والتركيب وتقديم الخدمات. وبالنسبة للأيزو 9003 إصدار 1987 يتحدث على التفتيش النهائي والاختبار. بالنسبة لإصدار 1994 أكد على ضمان الجودة عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية بدلا من مجرد فحص المخرجات النهائية للمؤسسة. يجمع بين المعايير الثلاثة يعني 9001 و9002 و9003 في معيار واحد اللي هو 9001، وتتألف سلسلة المواصفات الأيزو 9000 إصدار سنة 1994 من خمسة مواصفات رئيسية. هي الأيزو 9000 إصدار 1994 تقدم إرشادات عامة للاختيار والاستخدام. في الأيزو 9004 والتي تقسم إلى عدة أجزاء، حيث تقدم عناصر إدارة الجودة ونظام الجودة للمؤسسات الصناعية والخدمية. ثم فيه الأيزو 9001 و9002 و9003 فتحدد المتطلبات الواجب توفرها في نظام الجودة للمؤسسات الصناعية والخدمية. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نمر إلى إصدار 2000 أيزو 9000 إصدار 2000، وهكذا تنتهي حلقتنا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ندعو الله أن تكتب أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N41G.